بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم عن بعنوان النهار إذا جلاها. هذه الصورة لبزوق الفجر ملتقطة فوق بحر الصين، ويظهر الفجر بلون أزرق وكأنه يجلي الليل ويزيحه. ولا نتذكر قول الحق تبارك وتعالى عندما أقسم بهذه الظاهرة، ظاهرة تجلي النهار والنهار إذا جلاها، سورة الشمس آية 3. ومعنى جلى في اللغة وضح أو ظهر. نلاحظ كيف أن ضوء الشمس أو النهار يظهر. هذه الشمس يوضحها لنا في مشهد بديع. صراحة ما نقول تبارك الله، أحسن الخالقين والله أعلم.